السلام عليكم. اليوم نعرفوكم بأحد المعالم التاريخية لمدينة قسنطينة واللي ما يعرفوش الكثير، يعني عمارة رائعة تقع في وسط مدينة قصبة، منها يعني الحي القصبة، ويعرفه من الخارج لكن لا أحد يعرفه من الداخل. ما هي الخدمة التي يقدمها هذا المبنى؟ وللعلم أن هذا المبنى كان يسمى من قبل لوتيل دو فيل أو فندق المدينة، والآن أصبح يسمى الفندق الولاية، حيث أن هذا المبنى تم بناؤه في سنة 1900، يعني عنده حوالي قرن و22 سنة منذ بنايته، وقد تم ترميمه بالكامل في الآونة الأخيرة. أترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذا المبنى التاريخي لمدينة قسنطينة.